الأمجاد طرزوها بعناية. كلنا منقول ترابك مجبوب بحب الناس وبدمى ماتوا تزهورك تما زرعوا بقلوب أولادهم هواك الما بيموت. في أرض الخضرة والنعمة عم نسمع أحلى نغمة نغني صداها بعيد بتبشر من جديد بالجيل اللي بده يبني بسواعد سمرة بتعمر وبتكبر بأهلها بتكبر ترسم بخيوط النجم مستقبل أرض صباح الخير لجميع مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كانوا عم بتابعونا بهالنهار المميز. يوميا عم نطلع عليكم بتمام الساعة 9 صباحا بمجموعة من الفقرات المنوعة وضيوف أيضا المتنوعين بمحاولة مننا لتسليط الضوء على كافة المجالات يلي بتهمكم. كثير من الأسئلة والاستفسارات طبعا عم توصل على صفحتنا على الفيسبوك وعم نحاول دايما أن نجاوب عليها. اليوم المكان جدا مميز، المتحف الوطني يلي دائما عم يحمل بكل مكان وبكل زاوية منه حضارة تاريخ وحضارة شعب راقي. بدي أقول أكيد صباح الخير لنور، يسعد صباحك. يسعد صباحك. كيفك نور؟ جيد، انت كيفك؟ كيف الجو اليوم؟ بلش مثل ما قلتي يمكن اليوم نور. ايه بلش الخريف، ومثل ما قلتي اليوم طالعين من مكان مميز بتحسي فعلا تفاصيل الحضاره السوريه لظروف الحرب، والحرب حاولت يمكن تضرب هي الحضاره. رغم ذلك نحن موجودين مثل ما قلتي عم نصبح على مشاهدينا يوميا عبر رحلتنا الصباحيه ضمن برنامج صباحنا غير لنسلط الضوء على مواضيع بتهمكم ان كانت اجتماعيه او ثقافيه أو ترفيهية أو فنية. رحلتنا الصباحية بلشت، لكن بالبداية دائما بنوجه تحيتنا لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، حراس الأمن والأمان، الله يحميكم يا شباب. رحلتنا الصباحية بلشت، بنبتديها بعد الفاصل. أكيد نور، يوميا بنبتدي برنامجنا بمجموعة من الأخبار المنوعة، خلونا نتابعها ضمن هالتقرير. بداية أخبارنا المنوعة لليوم رح نبدأ فيها من الصحة. كتير من الأشخاص وخاصة السيدات ونتيجة ضغوط الحياة بيعانوا من الصداع النصفي، لكن وبحسب دراسة كندية حديثة يبدو أن الصداع النصفي عند النساء قد يكون مؤشر للإصابة بالخرف في وقت متقدم من العمر. وأظهرت الدراسة أن مرض الزهايمر
مرتبط بشكل خاص بالصداع النصفي الذي يصيب امرأة من بين كل 5 نساء ورجل واحد من بين كل 12 رجل. ويعتقد الباحثون بأن الصداع الشديد قد يسبب التهاب في الدماغ، مما يؤدي بالتالي إلى تلف عصبي وبالتالي فقدان الذاكرة. بخبرنا التالي رح نتوقف بفلسطين المحتلة، ولورق العنب حكاية مختلفة بين يدي الفنانة الفلسطينية الشابة لين الحاج، يلي استطاعت أن تحول ورق العنب المجفف إلى قماش أو أرضية للوحات تعبيرية مختلفة. واختارت لين هذه الطريقة الخاصة التي تعبر عن عشقها للثقافة المحلية الفلسطينية، والتي تشكل فيها ورقة العنب أحد رموز هذه الثقافة الأكثر شعبية. حبيت أستخدم هذه الورقة اللي هي الناس كتير بحبوها، الناس بحبوا إنهم يأكلوها، لإشي أعبر فيه عن الفن اللي أنا الفن اللي عندي. لما رسمت عليه أول مرة إنه الفكرة، طرحت الفكرة للناس أو إنه حطيت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالفكرة عجبت كتير من الناس، يعني حتى شجعوني إني أكمل فيها، كون إنها فكرة جديدة غير يعني عن باقي الأفكار أو باقي الرسم، فإني حبيت أتميز بهذا الموضوع. محطتنا الأخيرة رح تكون بموسكو، وشحنة كبيرة من الأدرينالين مع مشاهد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركين قرروا المشي على حبل مشدود بمسافة 245 متر بين ناطحتي سحاب في موسكو، وعلى ارتفاع 350 متر في عرض مبهر عم نتابع مشاهد منه سوا. بعد المنوعة فرح، هلا بنروح على جولة بفقرة هل تعلم بالتقرير التالي. بكل يوم معلومة جديدة ويمكن غريبة رح نتعرف عليها. هل تعلم بأنه أول فيروس عثر عليه في كل من النبات والحيوان كان قبل 100 عام؟ وهل تعلم أن نسبة الحديد الموجودة في جسم الإنسان تكفي لصنع مسمار من الحديد وطوله 7 سنتيمتر؟ وهل تعلم بأن بحيرة سوبيريور بأمريكا الشمالية هي أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم؟ من المعروف أن البرتقال والحمضيات بشكل عام المصدر الأساسي للفيتامين سي، لكن هل تعلم أن الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من الفيتامين سي مقارنة بجميع الخضروات والفواكه الأخرى؟ وأخيراً، هل تعلم أن أول من كتب أول رواية في العالم هي امرأة يابانية معروفة باسم موراسكي شيكيبو، وتحمل الرواية اسم جينجي؟ نور، أحداث عديدة بتشكل دايماً عبر تتالية حكاية يوم. أما اليوم 9 من أيلول، شو حكايتنا بالتقرير التالي؟ اليوم 9 أيلول عبر الزمن والسنين تسجلت كتير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1882 بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز. عام 1892 الفلكي الإنجليزي دكتور بيرنارد يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري، و1903
وفي عام 2013 متحف فان غوخ يؤكد أخيرا أن لوحة الرسام فينسنت فان غوخ المسماة غروب الشمس في مون ماجور أصلية. وفي عام 2016 كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ، كما شهد 9 أيلول ولادة عدد من الشخصيات عام 1828 ليو تولستوي أديب روسي، وأيضا شهد اليوم على غياب عدد من الشخصيات في عام 1941 هانس سبيمان طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ 9 أيلول. نهاركم سعيد. فرح، يعني موضوعنا اليوم بهم كل الأمهات وخصوصا الأمهات الجداد اللي عم يبعثوا أولادهم اليوم على الروضة. مواضيع كتير رح نحكي عنها، بوابات الطفولة والمرحلة الانتقالية لدخول الروضة، المرحلة اللي بتشكل فاصل التحول بحياة كل الأطفال والأهل، وكيفية التهيؤ للدخول للروضة والمراحل المتطورة في مجال الدخول الأكاديمي مع الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب. يسعد صباحك. يسعد وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك رندا. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع كتير حساس، وهلأ بلشت المدارس كمان والروضة خصوصي يعني للماميات الجداد. خصوصا للماميات الجداد. رندا بالأول بدنا نعرف منك برأيك بأي عمر فعلا نحن بنقول هلأ لازم ندخل الطفل للروضة، مرحلة التهيئة كمان كيف بتكون؟ هلأ الشق الأول من السؤال، دائما هو في اتجاهين، اتجاه بيقول انه ليصير 3 سنين يقدر يحكي يقدر يمشي ينضف لحتى انا فوته على وسط اجتماعي غير البيت، وفي اتجاه تاني اللي انا كتير بشجعه وانا معه خصوصي مع الجيل هلا الجديد وجيل الامهات اللي اغلبهم بيكونوا عندهم مسؤوليات تانية، هو العمر اللي بيبدا تقريبا من 6 شهور، لأن بيعطي كتير دفع للطفل لحتى يكون ببيئة غنية. نحن دائما المشاكل اللي بنتواجه معظم أطفالنا بعمر 5 سنين والست سنين هي وجوده ببيئة فقيرة، اللي هو نحن دائما بس 6 شهور ما بتلاقي البيبي بعده صغير، يعني بتلاقي العالم أو الأمهات أو الأهالي بيقولوا لك لسه السنة ونص بلش مثلا يمشي يحكي يعبر عن حاله. بالست شهور دائما الام يعني ايدها على قلبها، ما بتعرف التفاصيل ان كانت الروضه ظريفه ان كانت، خصوصا بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم الام بتقرا عن حادثه، كل يوم بينزل فيديو تمام. بتلاقي في بشكلها خوف ورده فعل تجاه هذا الموضوع تماما. هلا فصل الطفل عن امه في له شروط معينه مثل ما قلتي انه انا بدي اشوف هالمكان الثاني اللي بدي انقل طفلي عليه، كتير مهم أنا يكون موضوع النظافة. هلأ كتير صح أنه ولو ينعدب أمراض بسيطة يتقوي له مناعته على عمر بكير، دائما متى ما بلشت حواس الطفل تشتغل وهي من أول ما بيخلق هي بتكون شغالة، فليلة حتى ما يتعلم ليلة حتى ما يكتسب خبرات أكثر، طول ما أنا حاططه ببيئة آمنة هي دائما الخطوة الأولى أكيد لأي أم بدها تتجه لتفكر تفصل ابنها عنها. ولكن كل ما كان العمر بكير دائما نحن كل شيء بحياتنا بياخذ جانبين سلبي وايجابي. بس قصدي يمكن فيها تعمل مراحل الفصل من خلال مثلا مشوار لحاله مع ابوه، يروح مثلا يوميا بالتدريشه بالعربايه، فلما تعملي هذا الفصل يمكن الكبير اجباري. هلا هذا نحن اللي رح نحكي عنه بموضوع التهيئه، نحن عم نحكي بفكره انه هل انا بحط ابني بروضه ولا لا خليه معي بالبيت او بس حطه عند التيتا يتدلل قد ما بده بعدين بعدين اتعذب فيه وقت اللي يكبر. هلا بنجي للشق الثاني من السؤال، موضوع التهيئه انا دائما بشوفه بياخذ 3 مراحل. مرحله قبل ما تبدا الروضه بالمواضيع اللي قلتي لنا عليها، انه نحن ممكن مثلا نبعته مشوار مع حدا ثاني ثقه ابوه سته خاله، في هلا كثير في عنايه بالانشطه بالاماكن اللي فيني حط ابني ساعة وأنا أكون قريبة شايفته، فأنا عم بعطيه مراقبة مني غير مباشرة وبنفس الوقت عم بأمن عليه لشوفه اجتماعيا قد حاله، مثل ما بنستخدم نحن هذا المصطلح أنه هل هو قد حاله بيقدر، طبعا هون بعد ما يبلش يمشي ويكبر شوي يعني. وفي كمان الجزء الثاني اللي هو أول ما دخوله للروضة،
أنا دائما بشجع الأهل إنه في عندي أسبوع اللي بيفصل الصيف عن الشتاء، إنه هذا نحن منبلش إنه يلا بدنا نلحق نعمل نشاطات، بدنا نطلع يومين على البحر، نشبع من الصيفية. تماما هالكلمة اللي بسمعها هذا أنا بشوفه كتير غلط، لأن أنا علقته بالعطلة والإجازة حيفوت بالعام الدراسي بإحباط واكتئاب إنه راح علي البسط. بالعكس أنا بخلي آخر أسبوع هو فقط للتحضير والتهيئة للمدرسة، ما في مشاوير، هي النشاط قاعدين بقلب البيت، نحاول ما نطلع على الزيارات والبسط والمشاوير، يكون الشيء الوحيد إنه ينزل هو يحضر أغراضه ويشتري شو لازمه لبداية العام، ويفضل يكون من مصروف هو مدخره أثناء الصيف لحتى نخفف هاي مشاكل تبع ضيع اليوم قلم، ضيع اليوم دفتره، فلما هو بيشارك بيساهم بحقهم أو بيختارهم بنقيهم حتكون محافظته لهم أحسن. من جيب طعم يصرف طبعا هيك بحس الولد. الشق الثالث بالتهيئة هو بيكون عبء على الروضة أو على المدرسة، سواء نحن دائما بنحكي بالعمر تحت الخمس سنين اللي هو أنا بحسه الخطوة الأساسية متى ما بديتيها صح، سواء بالفصل الآمن عن الأم، سواء بالمهارات الاجتماعية والأكاديمية، فأنت خلص بتأمني عليه بالمراحل الثانية. في بيجي هون العبء الأكبر بيجي على الروضة اللي أنا بدي حط ابني فيها، كيف كانت عطت الأمان للأم. أنا دائما بقول لهم أنه تشوفي الولد عم بيبكي روحي لعند أمه، متى ما مامته اطمنت، متى ما كسبت ثقة ابنه والطفل شاف انه مامته عم تمزح مع المس، عم تضحك معه، فاتت قعدت معه شوي بالصف. نحن للأسف في عنا قوانين صارمة بهذا الموضوع انه لا من على الباب حطيه وامشي، لا انا بشوف في موضوع تدريجي انه ما عليه تفوت تقضي شوي وقت، هي بترتاح متى ما هي ارتاحت وشافت انه انا ما في شيء مخبى علي لاترك ابني وامشي، لا انا فوت بقضي وقت شوي معه، ترتاح هي حتعطي هذا الانطباع. صحيح. ما حترجف اذا الصبح هي وعم بتلبسه بدها تفوت شوي. يمكن النظام عم يتم التركيز فيه انه لا نحن ما ندخل الولد، الام ممنوع تفوت معه على الصف، ممنوع يمكن حتى لو هو مره ممنوع تشاركه اي نشاط، هي من بعيد لازم تتفرج عليه. وين الصحه انه يصير هذا الفصل الكلي، يعني انه الام مثلا ما تفوت معه، انه الام ما تشاركه باي نشاط، وين هذا الشيء؟ هلا في انه انا برجع لانواع الاطفال وامهاتهم، في اطفال انا فعلا يعني بكون حازمه مع امهم انه من اول نص ساعه بشوف كيف سلوكه بقول لها لا اذا بتريدي هلا خديه معك، تعي الصبح حطيه على الباب وامشي، او حطيه بالاوتوكار. يعني انا مثلا ممكن في كثير انه انصحها سجليه باص اول شهر من على باب بيتك حطيه وامشي، حسب هو قد ايه بيكون ذكي، قد ايش مغنيش حاله، قد ايه عرفان يستغل عاطفه امه، قد ايه بيعرف يقرا تعابير وعضلات وشنا. والولد ذكي كثير، يعني الولد بيعرف تفاصيل وعاطفه امه، وبعض التفاصيل بتحسيه بيستغلها. رح نتابع حديثنا معك رندا ديب، بس خلينا نشوف هلا تقرير عن مرحله التهيئ لدخول الروضه مع زميلتنا ماتيلدا كربوج. كتير من الأمهات بيعانوا من صعوبات ومشاكل كتيرة بدخول طفلهم للروضة، سواء بإقناعهم بالذهاب للروضة، فالطفل قبل مرحلة المدرسة بيعيش ببيئة المنزل الآمنة صحياً ونفسياً، كما بيتمتع بالمعاملة الخاصة والتدليل والاهتمام، فرح يتفاجأ الطفل بمجتمع غريب وجديد بعيد عن أهله وإخواته، ورح يتقابل مع أشخاص ما بيعرفهم من قبل، فهالشي رح يشعره بفقدان الأمان، مع الوقت سيؤدي لعدم رغبة الطفل بالذهاب للروضة. ومن آخر الاستطلاعات والدراسات، قدمت بعض النصائح للأمهات لتسهيل تقبل أطفالهم الدخول للمدرسة، منها بيوصوا بالتحدث الإيجابي عن المدرسة قدام أطفالهم، كما على الأم أنه تستفاد من الأسئلة المتعددة للطفل بما يتعلق بالحياة العامة وباللي عم يصير معه بالروضة، والعمل على جعل الطفل ينام بساعات مبكرة من الليل لا يأخذ قسط كبير من الراحة. كما يوجد عدد كبير من النصائح الجسدية والنفسية للطفل رح نتعرف عليها بالاستوديو مع ضيفتنا لليوم باستوديو صباحنا غير.
يعني رندا خلينا نحكي عن موضوع كتير مهم اليوم، انه الروضة للطفل لو كانت بعمر صغير قد ايه بتساعده، اذا قلنا اكاديميا اجتماعيا وحتى نفسيا قد ايه فعلا بتحطه على اول الطريق الصحيح، يعني قبل ما نفوت بقى بروضة اولى وروضة تانية للمدرسة الابتدائية. هي بتشتغل يعني على مجالين، اهم شيء اللي هو الفصل الامن عن اهله عن ماميته، استقلاليته اللي بدها تكون اقوى واحسن، اعتماده على نفسه. بالشق الثاني كمان مثل المهارات اللي نحن بدنا نحطه بالخطوات الاولى ليمشي المهارات الاكاديميه، لحتى بعدين بالمستقبل ان يكون دائما عندنا مشاكل طلع خطه مو حلو، ما بيحفظ منيح، ما بيحكي كثير مفردات او تماما، او ما بيقول لي شو بيصير معه بالروضه، او بيجي بيحكي كثير قصص مو صايره، او كل شيء قصص بالبيت بيروحوا بينقلها. فهي التفاصيل كلها ببلش، بتعرفي لما انا ببلش هيك وازن، يعرف انه هي بتصير هي ما بتصير، وبطريقه كثير لطيفه بدون ما انا اشتغل اللي انه بس اعمل ولا تعمل، بالعكس هو بيكون بحياه عمليه. التهي القسم الاخير فيها بعد ما انا فصلته بطريقه امنه، لان احنا ممكن مثل ما حكينا او تكون تدريجيه بوجود الام حسب ما يكون شخصيه الطفل، خجول طفل هش، ممكن تكون مامته هي اللي ضعيفه خايفه عندها ضغوطات تانية انه لا تحطي هلا بعدين، او يكون لا هي مغنجه حالها ومغنجته. فانا هون بقيس الموضوع طبعا على الخبره، وكثر ما بنشوف ماميات واطفال صرنا من على الباب بنعرف انه شو الترتيب وقد ايه، وبنتركه شوي يلعب بعدين بناخذ الاجراء، او بنتركها او من يعني بنقلها انه مثلا تروح، بنشوف شو كيف كل طفل وكيف مامته. بنجي للمهارات الاكاديميه، انا دائما عندي اسبوع تهيئه، اسبوع التهيئه هو للمهارات ما قبل الاكاديميه اللي دائما نحن بنشتغل فيها لكل فتره الروضه، نحن كله هذا ما قبل الاكاديمي، اللي بيعتمد مثلا نحن دائما انه شو انا عم ببعته على الجالدري وعم بتكلف وفيق بكير لحتى احط له ورقه ويشخبر مثلا. ايه طبعا انت طبعا كل هدول مكنوق، يعني في بعتقد حضورات ومواهب عند الطفل كثير مهم انه يندمج مع الاطفال ويعبر عن هي الطاقه، ويمكن يستثمرها او تستثمروها بالمكان الصحيح. قديش مهم اندماج الاطفال بسن مبكر؟ يعني كنا عم نحكي انه الامهات دائما بتخاف تبعت اولادها على الروضه، بتخاف تقول لك ابني بعده صغير، بنتي بعدها صغيره، بخاف من كثير من التفاصيل. السن المبكر قديش بتلعب دور الاندماج مع الاطفال يمكن وتكوين شخصيه الطفل؟ انا دائما بقول انه قد ما كان عمرنا سواء كنا صغار شباب صبايا، طول ما عنا عم ندرس عم نفوت على بيئه صفيه، قد ما كانت امكانيات الطفل ضعيفه، قد ما كان المدرس ضعيف، المنهج ضعيف، البيئه الصفيه ضعيفه، لازم يحصل 30% من التعليم والتطوير التطور بوجود اقرانه. فما بالك لما بيكون في اشياء من هدول الاطراف منيحه وهو امكانياته منيحه واهله بالبيت بيدعموه ولو بتشجيع بسيط. فهي كلها خطوات اساسيه لحتى انا اعرف بعدين لما بيكون خصوصي الماميه الجديده لما بتشوف انه ما عندها غير ابنها، فهو ممكن يعطي مؤشرات تطور بوقت متاخر من العمر، هي ما حتقدر تعرف لانه ما عم تقيسه مع اطفال غيره. لما بيكون بين اقرانه بتظهر المشاكل، بتظهر الحركه الزايده، بتظهر قله الحكي، بيمشي بطريقه مو متوازنه، حتى تصوري عنا نحن مشاكل بتواجهنا انه هو بيكتب باليمين ولا باليسار، يعني حتى هذا التفصيل البسيط
الامهات ما بتفطن له بوقت بكير. شو الفرق يعني اذا كتب باليسار بيكون عنده مشكله واذا كتب باليمين؟ لا ابدا بالعكس، انا بكتب باليسار ما عندي مشكله. انا لانه في دراسات بتقول انه بيكتب باليسار معدل الذكاء عالي ومميز. تماما. هلا اللي بيستخدم اليمين فهو بيكون عم شغل نصف الدماغ اليسار والعكس صحيح. في اطفال تقدر تشغل الايدتين. دائما نحن بعد ما تثبت اليد المسيطره اللي هو سواء كان بيكتب باليمين او باليسار، حتى نحن بنقيس الرجل اذا يمين ولا يسار حتى ما يكون في ما يكون اشوال انه مثلا بيكتب باليمين وبيشوط باليسار. فهي الامور كلها نحن بدون ما نضغطه فيها بنراقبها وبنشوفها وبنشوف كيف فينا نقومها بطريقه مناسبه ونشوف هو شو امكانياته. مو اجباري ابدا. من اكبر الاغلاط انه انا اجبر طفل يستخدم ايد من وهي مالها المسيطره. انا بعمل له مشاكل وصعوبات تعلم لبعدين. متى ما ثبت الجزء المسيطر بجسمه عرفنا نحن شو اليه الدماغ. في هلا نظام تعليم جديد البراين جيم، هو بيعتمد انه انا شغل نصفين الدماغ بنشاط واحد اللي هو يستخدم الايدتين او رجلين. نحن بنشتغله بعد ما تثبت ايده. يعني خليني اقول لك على بالفتره التحضيريه اللي بده يطلع فيها على الاول اللي هو بالخمس سنين ست سنين بالست سنين سبع سنين هو كثير فعال. بالمراحل التعليميه المتقدمه هو كثير فعال بيحرك الابداع. بتلاقيه رسام ومحاسب، بتلاقيه مهندس وموسيقي. انه ان شاء الله يا رب كل ماميات الجداد. يمكن مثل ما حكينا هذا الموضوع بيهم كثير ان الامهات حاولنا خلال هي الفتره السريعه نسلط الضوء على كل التفاصيل لكل الامهات اللي هلا عم تبعت اولادها على الروضه الجديده. نشكرك رندا علي ديب الاخصائيه الاجتماعيه على وجودك معنا، واكيد لحديثنا تتم في حلقاتنا القادمه. شكرا. انا متاكده انه عندكم كثير لسه استفسارات اكيد. شكرا كثير لك رندا، ودائما بنتمنى انه نستضيفك بحلقاتنا لانه فعلا هو عالم الطفوله كثير حساس، يعني كثير من الاسئله بنفس الوقت هو كثير من التفاصيل. شكرا لكم. هيك بنريح الماميات شوي بالمناقشه. تريحينا شوي. اكيد نور. اما هلا يعني بعد هاي الفقره المميزه اكيد بدنا نروح لمكان ثاني مميز، فشو رايك انت بباب شرقي؟ باب شرقي بعتقد يمكن ما في حدا بالشام الا ما له خصوصيه بباب شرقي، ما راح مشوار ان كان بمرحله المدرسه او مرحله الجامعه هو ورفقاته، فلازم يكون في لنا ذكريات خاصه بباب أكيد شرقي. اكيد نور، مو بس من الشام كمان برا الشام اول ما بيجوا بيقولوا لنا خذونا على باب شرقي. فخلينا نشوف ضمن هالتقرير خصوصيه وجماليه هذا المكان. يعد حي باب شرقي من أقدم وأعرق الأحياء الدمشقية. سميت منطقة باب شرقي نسبة للباب الذي يقع في الجهة الشرقية لمدينة دمشق القديمة عند التقاء الطريق المستقيم الذي ورد ذكره في الإنجيل الكتاب المقدس، أو شارع باب شرقي الذي هو امتداد لشارع سوق مدحت باشا مع شارع محمود شحادة خارج أسوار مدينة دمشق القديمة. ويتكون الباب من ثلاث فتحات أو أقواس، قوس كبير في الوسط لمرور السيارات العربات قديماً وقوسين جانبيين. ويقع باب شرقي في شرق مدينة دمشق، وبني بشكله الحالي في عهد الإمبراطور الروماني سيبتيموس سيفيروس، واستكمل في عهد كاراكلا ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادي، وذلك على أنقاض باب الشمس الذي بناه اليونانيون. كما يشاع وينسب الباب إلى كوكب الشمس الذي يمثله الإله الإغريقي هيلوس أو إله سول عند الرومان. وكان قد رسم فوق رتاج الباب نقش نافر على شكل قرص الشمس، ولكن هذا النقش لم يعد موجوداً بسبب أعمال الترميم. ولباب شرقي أهمية كبيرة بسبب موقعه المميز، إذ أن مدينة دمشق القديمة فيها شارع رئيسي عريض يعرف حالياً باسم شارع مدحت باشا، ويحد هذا الشارع باب شرقي شرقاً وباب الجابية غرباً. المنطقة المجاورة لباب شرقي العديد من الكنائس والأبنية التاريخية والأثرية، إضافة إلى وجود العديد من المحلات التجارية المتخصصة في بيع التحف والأنتيكات للسياح، كما يقع قصر النعسان الأثري في هذه المنطقة أيضاً. من المناطق المجاورة لمنطقة باب شرقي منطقة باب توما، منطقة الأمين ومنطقة الصناعة، ويمتاز السور الواصل ما بين باب شرقي وباب كيسان بالارتفاع، وتجاوره من الداخل العديد من الأماكن الدينية الهامة.
فرح، بعد هي الجولة التاريخية ضمن أحياء باب شرقي، خلينا نروح هلأ بجولة على آخر الأخبار الثقافية، والبداية من دمشق. فقد أحيا الموسيقي رواد عبد المسيح حفلا موسيقيا في قصر العظم، قدم فيه أغاني ومقطوعات من تأليفه وتوزيعه. التفاصيل أوفى مع زميلتنا يارا سالم اللي كانت متواجدة بالحفل ورجعت لنا بالمادة التالية. الإيفنت هي ستايل جديد، هي البعض من أغاني رواد من تأليفه والبعض أغاني منعرفة كرياتنا عربي، لكن يعاد توزيعها بأسلوب جديد ومختلف شوي عن التقليدي. قصر العظم كمكان قديم أنا حابب أجرب أعزف فيه ولو لمرة، يعني أي فن ما له رسالة معينة فهو برأيي بضل شبه فن أو ما له فن حقيقي. في غنية جديدة بدي أقدمها اسمها كذبوا الأجداد. رح ننتقل أيضا إلى دير الزور، حيث أقيمت احتفالية بعنوان النهضة بالتعليم بمناسبة اليوم العالمي للشباب ضمن أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. تفاصيل أوفى مع مراسلنا إبراهيم الضلي. بمناسبة اليوم العالمي للشباب وضمن أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، أقامت محافظة دير الزور بالتعاون مع اللجنة الفرعية للسكان احتفالية بعنوان النهضة بالتعليم. تضمنت مجموعة أنشطة للشباب كعرض فيلم وثائقي وفقرات مسرحية تحدثت عن أهمية التعليم ودوره في النهوض بالمجتمعات. محتفلين بيوم الشباب العالمي، وهذا الاحتفال تضمن مجموعة أنشطة للشباب من خلال ورشات عمل قمنا فيها مع مجموعات شبابية من فريق شباب المحافظة. تضمن جلسات حوار وورشات مثل فوكس جروب، وبنتيجة هذه الورشة استخرجنا أو خرجنا بجلسة حوار مع أصحابين القرار. التعليم هو شيء ضروري جدا بالحياة، لأنه ثبت أنه يرفع إنتاجية وينمي قدرات الشباب والمتعلمين،
في سبيل عطاء أفضل. شاركنا باحتفالية يوم الشباب العالمي تحت شعار النهضة بالتعليم. طبعا لا شك النهضة بدون تعليم هي ركنين أساسيين، واحد يكمل الثاني. التعليم اللي هو أساس بناء المجتمعات والحضارات اللي تقوم عليه كل الحضارات، لا بد من وجود التعليم بهي تطويره. وإحنا دورنا إحنا الشباب هو نهوض التعليم وقيامه بأكمل على أكمل وجه. هم باحتفالية تهتم بالتعليم والشباب، بما أنه هو الشباب هو الركيزة الأساسية بالمجتمع، فإحنا شيء إجباري بدنا نتعلم، بدنا نهتم بالتعليم لأنه هو الحجر الأساس لتقوية المجتمعات وتطويرها. العنوان الأوسع بهاي الفترة هو النهوض بالتعليم المهني للمحافظة، لأنه بحاجة له، خاصة بمرحلة التعافي اللي قام المحافظة مشكورة قامت تضافر الجهود من أجل ذلك، ونتمنى ذلك وتحقق هاي الأمور والنتائج. تأتي هذه الاحتفالية لتؤكد أن نهوض المجتمعات يكمن في كم التعليم والمعرفة التي يمتلكها الشباب. والشباب السوري أثبت على الدوام التميز والتفوق والقدرة على تجاوز كل الصعاب، مما أثمر نصرا مؤزرا نحصد ثماره في كل المجالات. أما هلأ فرح بننتقل لفقرتنا التالية. فقد كان صيف 2019 غني جدا ثقافيا موسيقيا، كانت الحركة الموسيقية في مميزة هذا العام واتسمت بالتنوع. دار الأسد للثقافة والفنون احتضنت أهم الفعاليات على مسرحها وأشعل الموسيقيين حفلات كتيرة ومتنوعة بتمتاز بالإبداع والرقي. المايسترو ميساك بابو دريان حملنا إلى عالم الموسيقى والروح نحو النغم الرفيع. بدنا نقول له يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، دائما ضيف على شاشة الإخبارية السورية، ومثل ما قلت يمكن دائما تاخذنا هيك لمساحات مختلفة عن الأرض إذا فينا نقول. يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين، وشكرا للكلمات الحلوة هي. هي فعلا هذا سحر الموسيقى. الموسيقى اللي بتاخذنا لمكان تاني، تاخذنا لأجواء مختلفة، لعوالم مختلفة. وفعليا بآخر أسبوعين كان في نشاط ثقافي كتير مهم، وأنا من هون بحب عن جد أشكر وزارة الثقافة يلي فكرت أنه يكون في فعاليات ثقافية على هامش معرض دمشق الدولي. وكانت الحفلات كلها بدار الأوبرا مع أسماء مهمة جدا. مع أسماء أحيانا بننسى أنه دول أشخاص موجودين معنا، مثل ست ميادة حناوي، تكريم الأستاذ الكبير صباح فخري، ومن مصر عفاف راضي، وآخر حفلة كانت مع عبير نعمة قبل قدمنا مع الفرقة السيمفونية الوطنية رحلة بأجواء عالمية حول العالم. نعم، يعني بدي لك صباح الخير مرة تانية مايسترو، والحمد لله على السلامة. مبارح كنت بحلب. الله يسلمك. صح، كنا بحلب مع الفرقة السيمفونية الوطنية. نعم، خبرنا أول شيء كيف كانت الأجواء بحلب قبل ما نفوت بالتفاصيل ونحكي عن صيف 2019. بحلب دائما تحدي بالنسبة لنا، خاصة نعمل حفلة بالقلعة بنحس انه في تحدي كثير كبير. هذا المكان له، هو مكان رمزي، مكان له اهميه كثير كبيره، وخاصه بالحرب صار له اهميه اكبر. فان نقدم حفل بقلعه حلب هي مسؤوليه كبيره. صحيح. وتتطلب منا حتى ظروف تقنيه كمان صعبه. يعني في هواء ممكن يكون طلع القلعه صعبه، فكان بالنسبه لنا مشوار لطيف. قدمنا حفله حلوه، و هي كانت بمناسبة افتتاح مؤتمر نقابة أطباء أسنان سوريا، فهنا فكروا أنه يعملوا هاي الحفلة. فكمان شكراً لهم أنه فكروا يقدموا الفرقة السيمفونية الوطنية السورية لضيوفهم كصورة، كواجهة ثقافية لسوريا. وهي مو أول مرة لكم بقلعة حلب أكيد، وكان لكم حفل سابق، بس هلأ خلينا ننتقل معك كمايسترو لحفلتكم مع عبير نعمة بالأيام الثقافية المرافقة لفعاليات معرض دمشق الدولي 61. كيف كانت الأجواء؟ بنرجع نتابع حديثنا. I'm not afraid.
يعني مايسترو كان في تناغم كتير كبير بين الفرقة الموسيقية طبعا بقيادتك وبين الفنانة عبير نعمة. خبرنا أكثر عن هي الحفلة وكيف كانت الأجواء. هلا بالنسبة لي تجربة جديدة على الصعيد الشخصي، تجربة جديدة مع سيدة عبير نعمة. كان عنا تعاون ب 2007 و 2008 وقت قدمنا عرض سريانيات بقصر المؤتمرات. كانت أوركسترا تقريبا تشبه هي، فعليا هي مو أوركسترا سيمفونية، هي أوركسترا سيمفونية مطعمة بآلات عربية، في معنا بيس جيتار مثلا اللي عادة ما بيكون موجود بالأوركسترا السيمفونية. فهي فرقة موسيقية متعددة الألوان لحتى نقدر نقدم هذا اللون من الغناء. فكان بالنسبة لي تحدي انه كيف انا بدي اشتغل هالنوع من الأغاني مع فرقة عادة انا ما بشتغل معهم يعني، او نوع من الآلات وما بيكون موجود. فكانت تجربة كتير حلوة بالنسبة أول لي. اول ساعة مايسترو خلصت البطاقات، اول ساعة ما بقي بطاقات. هون بقى هون تجي عبير نعمة بالنسبة للشعب السوري، بالنسبة للشباب السوري هي شو؟ حتما هي إنسانة عم تقدم شيء ملتزم، عم تقدم أغاني بمستوى موسيقي معين بشكل أنيق، فهذا الشيء كتير بيأثر، هذا الشيء كتير بيسحب الشباب. فأنا سعيد إنه كان فيها هذا الإقبال على الحفلة، وأنا سعيد إنه في كتير شباب عم بيحبوا هذا اللون من الغناء، لأنه للأسف في تيارات أخرى عم تأخذنا لما أماكن سمعية تشوه سمعي فيها. إنه نكون بهذا الشكل مو سهل، ولكن سعيد انه في كثير شباب حبوا هي الحفله. هذا اللي اثبته الحضور اللي كان متواجد ضمن الحفله، لانه يمكن بانتشار يمكن القنوات الجديده بتلاقي الشباب عم يتاخذ يعني باغاني ونوع من الموسيقى احيانا ما بيكون بحبها، بس من كثر الاعاده والتكرار بتلاقيه عم يذكرها. بس يمكن حضور اللي كان لافت والتفاعل لافت بحفل عبير نعمه كان نسبه كثير كبيره من الشباب، اثبت هذا الحكي اللي عم تقوله حضرتك انه رغم كل هي بعد في ذائقه سماعيه موجوده عند الجمهور السوري هي بتمتاز من زمان. نحن بنحكي عن دمشق وحلب وعن كثير ظروف فنيه ما انا موجوده من هلا، عم نحكي عن سنوات سابقه بتدعم هيدا الشيء. يعني نحن متعودين انه بالتاريخ دائما نحكي انه حفلات المعارض كانت فيروز تجي تقدم مسرحياتها، في اسماء مهمه اجت غنت، عبد الحليم حافظ، صباح فخري باول زور له كان موجود بالمعرض كمان. فاذا نحن عم نفكر بالاسماء وبنشوف الاسماء الحاليه اللي موجوده كثير للناس اللي بيستاهلوا فعلا يكونوا بهذا المكان. فأنا كنت سعيد إنه أول شيء في شخص مثل عبير نعمة عم بيبحث إنه كيف يحافظ على لون غنائي عربي بشكل أنيق. وهي شاب سن يعني عم نحكي عن شابة صغيرة، فكمان طبعاً هي صعب هيدا الشيء. وشغل أهم إنه هذا بوصل للجمهور. يعني في أغاني بالحفلة جمهور غناهم على الغيب، يعني حلو. جمهور بلش بالغنية وعبير هي أساساً من عائلة عريقة غنائية، كل عائلتها بيغنوا مع بعضهم. بس كمان الجمهور يعني إنه يغني جمهور بالتون يعني بنفس الدوزان يغنوا كلهم مع بعضهم مثل كورال موجودين، فهذا يعني إنه في عنا هادش، بس هو منقدم لهم نحن للناس. يعني مايسترو مو بس كنت سعيد كتير بالفنانة عبير نعمة، لكن كمان رحلة الطائرة السيمفونية كمان مجرد لكها بتبتسم. مايسترو خبرنا أكثر عنها وكيف كانت بعشر دول أو بعشر لغات، خبرنا. هلا أول ما حكوا معي من دار الأسد بموضوع حفلة المعرض إنه الفرقة السيمفونية الوطنية السورية تقدم حفل بالفعاليات الثقافية، دغري تخيلت المعرض، تخيلت الدول كيف بنروح من جناح لجناح بنزور الدول، وطلع الشعار من دمشق للعالم. فهذا رسخ عندي الرؤيه انه نحن خلينا نعمل رحله مع الفرقه السيمفونيه حول العالم بعشر مقطوعات. وجميل كنت لابس الكابتن مشان تكون الرحله، لانه هو صار كونسبت كامل انه نحن عندنا رحله وفي بلشت شوي شوي يعني هيك مع الاصدقاء انه نعمل طياره جوات نكون نحن مثل انا الكابتن فرضان. واستعرت الطاقيه وجاكيت من صديق كابتن اللي بالسوريه. فهي الرحله هي انماط موسيقيه من دول مختلفه مع منفردين متميزين كمان كانوا موجودين معنا، انا سميتهم نجوم حفله الفرقه السيمفونيه لانه فعلا كانوا نجوم هنين. وكان في شيء حلو انه عملنا الفيديو المرافق كأنه الطيارة فعلا عم بتطير. في مشاهد للبلدان اللي زرناها مأخوذة من السماء عن طريق درون عم مثلا، عم شوف بعض المشاهد على الشاشة. فبالتالي هذا الشيء كمان ساعد انه الجمهور يتفاعل اكثر، يعيش الحالة كلها تبع السفر.
فهذا مهم كمان انه نقدم ثقافات شعوب مختلفه نقدم الوان مختلفه للناس لحتى يتعرفوا كمان انه هدول عندهم هيك هدول عندهم هيك هدول عندهم ثقافة هيك ثقافة الشعوب ثقافة تمام. الشعوب حلو انه نحن يكون عنا اطلاع عليها نتعرف عليها رح نتابع حديثنا معك مايسترو بس خلينا نشوف بعض المشاهد من الرحلة الموسيقية كيف كانت وخلونا نتابع حديثنا بعد المشاهد هاي يعني مايسترو خبرنا أول ما عرضت الفكرة يمكن إن كان على الفرقة كيف كان التجاوب وكيف كانت ردة فعل كمان الجمهور لما شافوا يمكن هذا التفاعل أو خلينا نقول هذا النمط الجديد والأسلوب الجديد يعني هلأ نحن في عنا عادة بنحب اللي بنعرفه ومنخاف من الشيء الغريب بالنسبة لنا اللي ما بنعرفه فبالبداية الموسيقيين كانوا إنه شوي رحلة وشلون بدنا نكون بس شوي شوي وتبلشت تتبلور الفكرة ووصلنا لمرحلة إنه صاروا يحبوا الأفكار يعني أنا لهلأ عم بتذكر يوم الحفلة عملنا البروفا على المسرح فأنا جبت علب الآلات الكبيرة حتى نحطهم على المسرح إنه كأنه عم ننتقل عم نسافر فبتفاجأ إنه أعضاء الفرقة في أحد الشباب يعني عمل مبادرة إنه هو عامل ستيكرز هدول ستيكرز تبع مثل تبعات المطار صارنا نلزقهم في موسيقيين صاروا يساعدوا انه لا خلينا نحط شنتايه هون نعمل هيك كنت طالب العازفات انه يعملوا فولار فصاروا يتفننوا انه الفولار كيف بدهم يعملوا مثل المضيفات اللي موجودين حسب الدولة الجاية منك كمان فبالتالي يعني هيك صار في تفاعل كثير كبير وخاصة بالبروفا جربنا الفيديو عاملين فيديو تعليمات الطيران نحن بالبداية انه يرجع وخطة السفر مع الطيارة عم بتطير منها فبلش التفاعل كثير كبير من الموسيقيين بداية يعني فالموسيقي وقت بيفوت بهذا المزاج هذا بينتقل للجمهور صحيح يعني صعب كثير نحن نقنع الجمهور بهالحالة إذا نحن ما أنا مقتنعين فيها تماما فاقتنعوا الموسيقيين بالحالة والجمهور. وهذا انتقل للجمهور والجمهور صار شريك معنا صحيح يعني فكلهم عم بيقول لي إنه عن جد هي حالة غريبة ما غير متوقعة مفاجأة بالنسبة للجمهور ولكن حبوها كثير حلو فانا انبسطت انه وصلنا للهدف تبعنا الهدف انه نقدم شيء مختلف الناس اللي مو متعوده تسمع موسيقى كلاسيكيه تطلع هيك عرض وهذا اللي بدي اسالك عنه أكثر يعني بدك تقدم شيء مختلف تطرحه بطريقه يمكن شبابيه اكثر قديش مهم هي الافكار الخلاقه للجذب اليوم الشباب لما قلت هلا مثلا مثل كنا عم نحكي تحت الهواء انه مثلا حفله موسيقيه كلاسيكيه ما بتلاقي كثير مرغوبه بس لما في بعض الافكار تضاف لهي الحفله بتلاقي لا في لا بدي اعرف شو هيدا اللي عم يصير بدار الاوبرا بدي اروح احضر كانت الاجواء كثير حلوه رفقاتي عم يحكوا عنها قديش بتعمل عامل جذب اليوم لكم هلا عاده وقت نقول موسيقى كلاسيكيه او موسيقى كلاسيكيه في نوع من الجمهور بنعرف انه هذا اللي راح يجي طبعا محدد بس بهالحفل انا اكتشفت انه في اشخاص مختلفين من جمهورنا الاعتيادي من اجوا على الحفله لانه في فكره طياره في فكره سفر في فكره في فضول حركه فضول عندهم حتى على صفحه الفرقه على الفيسبوك كان عم يجيني رسائل انه
شو يعني رحلة؟ شو قصدكم؟ وشلون بدها تصير هي كذا؟ مايسترو كنت لابس الكابتن الكابتن يعني فبالتالي شو قلت لهم مايسترو؟ أنا كنت عم دور عم شحنهم إنه رحلة إنه لا تنزعوا المفاجآت كلها بس هي رحلة موسيقية بعدة بلدان رح نقدم مقطوعات من البلدان هاي فهون هون بتبلش الفكرة إنك تحرك فضول العالم تماماً إنه حتى ناس مو متعودين يحضروا الحفلات الموسيقية الكلاسيكية يسألوكي إنه شو رح يصير؟ شو قصدكم بهاي وكذا فهذا الفضول بيخليهم انه يتعلقوا بالموسيقى قد ايش حلو مايسترو انه نحن نبعد شوي عن الشيء الروتيني انه خلص اليوم في حفله كذا انا بحمل حالي وبروح لا دائما او نحاول اذا كان صعب دائما كل فتره يكون في فكره جديده اليوم نجذب الشباب اكثر انه نحن عندنا مستوى جدا راقي من الموسيقى ومن الحفلات الموسيقيه لازم يحضروا ولازم يكونوا موجودين هلا باوروبا صار في عندهم جمهور شعر الابيض لانه هن ما عم بيقدروا يجذبوا الشباب صحيح. للحفلات الموسيقيه ودور الاوبرا نحن كل شيء جديد بالنسبه لنا يعني الموسيقى الكلاسيكيه بلشت 1960 بسوريا يكون اول وجود لها بشكل الاكاديمي فنحن عندنا مجال كثير كبير لسه لحتى نستغل الافكار صحيح ونشكل جمهور جديد وقت. بالنسبه لنا ونوسع الجمهور يعني ما انا شخصيا بحب انه نعمل اعمال سيمفونيه ونقدم شيء كلاسيكي الشيء الأكاديمي بس حب كل فترة والتانية نعمل كمان نهفات طبعاً. نعمل حفلات لها رؤية مختلفة عم نقدم نفس الموسيقى الكلاسيكية ولكن عم نقدمها بغلاف مختلف والجميل كمان عم تقدم الموسيقى الكلاسيكية بلغات متعددة ضمن لنا معرض دمشق الدولي كمان في رسالة حابب توجهوها لكل الموجودين والحاضرين والدول المشاركة إنه رغم ظروف الحرب الموسيقى موجودة والثقافة السورية موجودة ومستمرة لما عدار الأوبرا يكون في 10 لغات مختلفة عم تتقدم بإتقان ورقي كتير عالي هي كمان رسالة توازي يمكن رسالة الجندي على الجبهة فينا نقول هلا في شغلة مهمة نحن سنين الحرب ما خلتنا يكون عنا اطلاع شو عم يصير برا بالعكس هن اللي ما عم يشوف شو عم يصير عنا صحيح فبالتالي نحن بحفله موسيقيه مثل هاي نحن بنقدم موسيقى بلقانيه موسيقى من المكسيك موسيقى من الصين موسيقى من روسيا ما تقديش نحن بالرغم من كل الظروف الصعبه في عنا هذا الانفتاح فبالتالي هي رساله وفي شخص اجنبي كان حضران الحفله قال لي انا استغربت من خياراتكم اللي جاي بمكانها انه موسيقى الإيطالية اخترنا روسيني أوبرا حلاق إشبيليا قالت لي يعني كثير بتمثل هاي البلد فبالتالي إنه مو أي قطعة كمان مو أي مقطوع موسيقى قطعة بتمثل هاي نوع من البلد أو نوع من الشعب ونوع من الثقافة فهي كثير مهمة كمان إنه في عنا اطلاع في عنا فرز لنوع الموسيقى في عنا الإتقان بقى بيجي من نتيجة التدريب يعني إتقان الموسيقيين بيجي من نتيجة التدريب ونتيجة الجهد المبذول لحتى نوصل للنتيجة هاي مايسترو إذا بدي أسألك سؤال شوي شخصي يعني قديش عندك ديمقراطية لما بتكون بين الموسيقيين والعازفين كلياتهم إذا حدا عنده فكرة جديدة حدا معترض معاجبه شيء معين ولا خلص هذا النظام رح تمشوا عليه رح تمشوا عليه كابتن كابتن يعني هلا في شغلات بحاجة ليكون في ديمقراطية في شغلات بحاجة ليكون في ديكتاتورية ديكتاتورية هي احترام للعمل احترام للنوطة المكتوبة يعني نحن ما فينا نغير النوطة المكتوبة مثلا ولكن أحيانا بصير أنه عم نقدم عمل في وجهة نظر من أحد الموسيقى أنه شو رأيك نبطئ هون مثلا أو أنه ليش هون ما بنعمل هاي هي العلا بطريقة الأداء فممكن أنه أوكي خلينا نفكر فيها نشوف شو ممكن يكون في شغلات مريحة للعازفين مثلا أوكي ممكن هاي تكون أحسن بس شيء المرتبط بال بالنص الموسيقي هم في ديمقراطية لا لا هم في ديمقراطية هون لأنه في موسيقى محددة وثقافة معينة طبعا في احترام للمؤلف أكيد وحتى كحفل موسيقي أحيانا بيكون في كونسبت معين ما فينا نحن نمارس ديمقراطية هذا الكونسبت يكون واضح بكل تفاصيله بالنسبة للي وللموسيقى للجمهور كمان. بالختام سريعا ما تبقى من عام 2019 شو الفعاليات القادمة عندنا نشاطات كثير عم نحضر رح يكون عندنا قادة أوركسترا ضيوف رح نحتفل ب 80 سنة للمؤلف وقائد الأوركسترا السوري الأستاذ نوري الحيباني رح نستقبله بشهر 10 في مهرجان الأورغن اللي بيكون شهر 11 عم نبلش هلا التحضيرات التقنية واللوجستية للموضوع والموسيقية رح تجي لقدام شوي ففي عندنا نشاطات كثير رح تكون خليها وقتها شوي شوي بنقدم لكم اياها تدريسك بالمعهد العالي مايسترو عفوا تدريسك بالمعهد العالي انا رئيس قسم بالمعهد العالي للموسيقى
وبدرس قيادة أوركسترا للسنة الخامسة لطلاب السنة الخامسة، وقراءة بارتيتور، قراءة المدونات الموسيقية لطلاب النظريات. وهذا شيء كتير بحبه، لأنه بحس أنه مهمتنا كمان نحن نشتغل على الأجيال الجاية، نأسس أجيال جديدة عندها المخزون من العلم ومن الفنون الموسيقية لحتى هن يستلموا بعد شوي المسيرة يلينا. مبسوط بالمستوى مايسترو الموجود عندك واندفاع الشباب اللي عم بتدرسوا؟ حتماً أثرنا بالحرب، ولكن عم شوف طاقة الشباب لحتى يستمروا لحتى يكونوا بأعلى مستوى ممكن ضمن الظروف، هذا شيء كتير مهم. حتى كأساتذة بالمعهد يعني كله مندفع لحتى يقدم أقصى جهده أكيد ضمن الظروف الموجودة. أكيد بدنا نقول لك شكرا كتير مايسترو، فعلا يعني يعني أسعد الفقرات لما بتكون حضرتك معنا. بدنا نتمنى لك كل التوفيق، وتحيتنا لكل أعضاء الفرقة الموسيقية، دائما عم يخلونا نحس إنه في شيء جديد وفي حياة بالبلد. شكرا لك. شكرا لكم. هو فريق عمل بصراحة، أكيد يعني أكيد. أنا لحال ما بدي أعمل شيء، في الموسيقيين، في الإدارة، في الوزارة، في الإعلام شريك معنا، فكله مع بعض هي فريق واحد. أكيد نوجه تحية لكل يمكن الجنود المجهولين معكم ضمن شغلكم بدار الأسد الثقافي والفنون، وفعلا ضمن وزارة الثقافة التعاون المشترك اللي عم يكون فيه له نتيجة فعالة على الأرض. شكرا كثير لك مايسترو ميساك على وجودك معنا. شكرا كثير. شكرا كثير. أما هلا مشاهدينا بننتقل بجولة سريعة على آخر الأخبار السياسية بدمشق والعالم مع زميلتي بشرى زيني. يسعد صباحك بشرى. صباح الخير نور. موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فجر اليوم أثناء عبورها حدود فلسطين المحتلة مع لبنان. وجاء في بيان للمقاومة الوطنية اللبنانية أن المقاومين تصدوا للطائرة الإسرائيلية المسيرة بالأسلحة المناسبة، حيث تم إسقاطها في خراج بلدة راميا اللبنانية الجنوبية، وأن الطائرة أصبحت في يد المقاومة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين من مختلف مناطق الضفة الغربية. قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات بيت كاحل غرب الخليل والسلواد شرق رام الله وتل غرب نابلس، وقامت بتفتيش المنازل واعتقلت 12 فلسطينيا. وقع تفجيران إرهابيان في محافظة كركوك الواقعة شمال العراق دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. خلية الأعلام الأمني في العراق قالت إن عبوتين ناسفتين انفجرت إحداهما في منطقة واحد حزيران والأخرى على طريق بغداد قرب جامع النور في محافظة كركوك، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا المزيد من التفاصيل حول الحادث. قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي إثر عملية نوعية للجيش اليمني استهدفت مواقعهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن. مصدر عسكري يمني قال إن قوات من الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة غرب حرض بحجة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المرتزقة. نهاية الموجز، عودة إلى الزملاء في صباحنا. شكرا لك بشرى. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة مع عالم الطب. أكيد نور، فقرتنا جدا مهمة وأكيد رح نطرق فيها لعدة مواضيع بتلامس دائما كل الناس. مساحتنا اليوم رح نتوقف مع ورشة عمل أيضا حول استراتيجيات تشخيص وعلاج الصرع التي عقدت في مشفى دمشق برعاية وزارة الصحة وأقامتها الرابطة السورية للعلوم العصبية بالتعاون مع المجلس العلمي للأمراض العصبية ومستشفى كلية الطب في باريس. أكيد فرح تضمنت الفعالية العديد من المحاضرات العملية والعلمية. نحكي أكثر عن هي الورشة معنا الدكتور أنس جوهر رئيس رابطة العلوم العصبية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور مرة تانية وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عم نحكي عن مرض الصرع، خلينا نقول ندوة كاملة حكيتوا عنها، شو هي أهم المحاور اللي تناولتوها وحاولتوا التركيز عليها؟ هلا بداية مرض الصرع هو مرض بصراحة معروف منذ القدم،
يعني بالبداية كان يعتقد أن الشخص المصاب بالصرع هو شخص ممسوس أو ملعون قبل هيك، فدائما كان هالمرض الشخص اللي ينصاب فيه هو عبارة عن استيغما لهالشخص، له سابقا حتى يصير عزلة اجتماعية له. هلا الورشة هي طبعا كانت مع الأطباء بس ركزت على نواحي عملية لحتى نعرف المريض كيف بالبداية، كيف بدنا نعرف المريض بالمرض تبعه، كيف هو بده يتقبل المرض تبعه لحتى يصير في مطاوعة ويتقبل العلاج اللي بده ياخده ليصير فعلا مريض أو إنسان طبيعي مثله مثل أي مريض تاني. دائما أنا بقول لمرضى الصرع أنه أنت إنسان طبيعي مثلك مثل مريض الضغط ومريض السكر. مريض السكر ما بفكر إلا بحبة السكر الصبح لما فيه، والضغط نفس الشيء كمان، مريض الصرع بده يعيش حياته طبيعية وياخد دواء. فالخطوة الأولى أو الشغلة الأولى اللي كانت بهالورشة هي أنه بحثنا مع الأطباء وقدمنا لهم كيف بدنا نقارب المريض وكيف بدنا نقول له أنه هذا المرض أنت لازم تتعايش معه وتعيش حياتك بشكل طبيعي بدون أي مشاكل تانية. هلأ الندبة هي أو الورشة هي بالأحرى الشيء اللي تناولناه فيه كمان تصنيف الحديث للصرع. الصرع يعني بلش التصنيف من سنة 1969 وكان يتطور بالثمانينات، تطور بشكل مذهل. هلا سنة 2014 صار في الاتحاد العالمي ضد الصرع وضع تعريف جديد لهالمرض هذا، بناء عليه سنة 2019 صار في تصنيف جديد. فيعني عمليا اطباء الاعصاب كل التصنيف اللي تعلمناه واللي تعلموه خلال الفترة السابقة خلال السنوات السابقة كله تغير او صار في تعديل عليه بالاحرى. فهذا كان المحور الاول. المحور الثاني بالورشة العمل كان انه كيف وسائل تشخيصية من تخطيط الدماغ من تصوير الدماغ كيف نشخص المريض لحتى نحطه بالتصنيف المناسب له وبالتالي يحصل على العلاج المناسب. المحور كمان الثالث بالمؤتمر هو اختيار هالعلاج المناسب للمريض، امتى بنعطيه العلاج وقديش بنستمر بالعلاج وامتى ممكن نوقف العلاج وشو هو العلاج المناسب. طبعا بالاخير كان في عباره عن راوند تيبل مناقشه لحالات عمليه لظروف معينه ممكن لها علاقه بمريض الصرع بتهم كل طبيب كلياتنا بنشوفها بالعياداتنا بالمشافينا لما بنتعامل مع مريض الصرع. واشرت لنقطه مهمه دكتور، يعني انه بالاخير هي الورشه مهمه تناولت عده محاور لمواكبه اخر التطورات العلميه بما يخص مرض الصرع. خلينا نحكي عن هي الاهميه اليوم لهي الورشات، لانه نحن بنعرف انه الصرع هو مرض يعني حسب درجاته المريض بده يتأقلم معه، بس مواكبة التطور العلمي لهيدا الموضوع لنقدر نسيطر على هذا المرض، قديش العلاج الدوائي ممكن ينظم هيدا المرض لدى المريض لأنه ضمن حالات متعددة بيكون. تمام. هلا مثل ما حكينا نحن لما بصير في فهم جيد ونصنف المريض تصنيف جيد وصحيح هون بزيد احتمالية إنه نحن يكون اختيارنا للعلاج هو العلاج المناسب. لما بنختار العلاج المناسب للمريض حيحقق ضبط جيد للمرض. المريض اذا انضبطت النواب وما عادت اجته ففعلا نحن حققنا الهدف اللي بدنا اياه، فعلا صار هو انسان منتج انسان طبيعي ما بيخاف يطلع على شغله ما بيخاف يشتغل اي شغل معين، بيعيش حياته بيروح على جامعته على مدرسته الى اخره، ما بيكون فيها القلق والخوف ببدايه المرض. إذا مضت فترة 6 أشهر ولا سنة والمريض ولا حالة بعد العلاج صارت معه أكيد هذا بيعطي طمأنينة للمريض أنه يرجع لحياته الطبيعية، طبعا مع بعض التعديلات اللي دائما بننبه مريض الصرع أنه ينتبه عليها. فهي الغاية من الورشة كانت أنه شو هالتطورات، شو في أفكار جديدة مفاهيم جديدة بالتدبير بالتشخيص، إمتى بدنا نوقف الدواء، مواضيع كتير مهمة لنا لحتى يعني كلياتنا نعرفها بمستوى معين بحد الصحيح بحيث انه المريض يروح على اي عياده يروح على اي مشفى يلاقي نفس الجواب يكون مطمئن. طبعا بتعرفي مريضنا ايام بيحب ياخذ اكثر من راي، فلما بيكونوا رايين مختلفين هذا بضيع مريضنا. بهالندوات وهالورشات الغايه منها انه يصير في ستاندرايزيشن معين يعني كل الاطباء بسويه جيده واحده، بالتالي بكون المريض دائم. تماما بكون المريض مطمئن لما بفوت عن طبيب او الثاني ولقى الجواب ذاته بيرتاح انه هذا العلاج تبعه هو ماشي بالخط الصحيح. وقد مهم كمان دكتور تبادل الخبرات بين اذا قلنا بين مشفى ومشفى بين طبيب وبين اخر، قد مهم هي القصه؟ هلا الفكره نحن الورشة العمل هي عقدت بمشفى دمشق بس شاركت فيها كل مشافي مو بس بدمشق حتى بالمحافظات الثانيه. كان في كمان اطباء من مشفى البيتيسا باتيريا باريس كمان مهمين بهالمجال هذا شاركونا كمان بالمحاضرات وبورك شوب اللي عقدناه.
هلا دائما في شغلات يعني ما فيها جايد لاين، ما فيها قواعد. تمام. فنحن لما بصير في لقاء، بصير في نقاش، امور اساسا خلافيه، يعني ما فينا نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، بس من الخبرات كل شخص، كل طبيب يطرح خبراته بهالموضوع هذا، فممكن نوصل فعلا لقرار او لرؤيه واضحه كيف بدنا نتوجه مع المريض وكيف بدنا ندبر المريض. دكتور انس، خلينا نحكي عن نشاطات رابطه العلوم العصبيه السوريه، شو هي اخر النشاطات اللي عم تقوموا فيها حاليا؟ هلا اخر نشاطات امبارح كان ورشه العمل، خلال التحضيرات القادمه، خلال شهر 10 في عندنا مؤتمر بمدينه اللاذقيه. هالمؤتمر حيكون محور الاساسي له هو طب العنايه المشدده العصبيه، كثير مهم هذا، كثير من مرضانا ممكن يحتاجوا العنايه المشدده، ففي لهم تدبير خاص يختلف عن باقي المرضى. هذا المحور يوم كامل عن هالموضوع هذا، وفي يوم عن المفاهيم الجديده للصداع. الصداع صار في مفاهيم جديده متطوره مختلفه كليا عن المفاهيم السابقه بالشقيقه، بالصداع العنقودي. كانت الآليات هي آليات بسيطة المفهومة الوعائية، هلأ كلها آليات مناعية، فحيكون في تركيز على هالآليات هي باليوم الثاني لمؤتمر رابطتنا السنوية اللي حيكون باللاذقية مثل ما قلت بشهر 10/10/10. نعم. يعني دكتور، جهود فعلا خلينا نقول جبارة من قبل جميع الأطباء وجميع المشافي أيضا، وحتى بتأمين الأدوية وحتى بمداوات الناس. بدنا نقول لك شكرا لك كثير على وجودك معنا، ونتمنى دائما هاي الورشات تكون موجودة ويكون في هذا البحث العلمي وتبادل الخبرات موجود أيضا. شكرا لكم، ونتمنى دائما يكون يعني نحن الهدف من الرابطة أو غايتنا بالرابطة أنه كل سنة يكون أدائنا والتعليم الطبي المستمر افضل من السنه، خصوصا رابطه العلوم العصبيه، لانه بالفتره الاخيره عم تشوف يمكن كثير من الامراض العصبيه عم تنتشر بشكل كثير كبير بسن مبكر عند الشباب. يمكن في مجهود كثير كبير ومضاعف بالنسبه لكم عم يكون. تمام. هو تطور وسائل التشخيص وتطور الفهم ومعايير التشخيص هو اللي بيخلينا نشخص المرض اكثر. هو اكيد المرض موجود قبل، ولكن تطور الوسائل وتطور المفاهيم وزياده خبره الاطباء ومهاراتهم اكيد هذا بيساعد على زيادة التشخيص الصحي. أكيد نتشكرك الدكتور أنس جوهر رئيس رابطة العلوم العصبية السورية على وجودك معنا، وأكيد نتمنى لكم التوفيق بجميع فعالياتكم القادمة. شكرا كثير لك. شكرا لكم يا دكتور. شكرا لك دكتور. يعني نور، اليوم مجالات متنوعة كانت حاضرة بصباحنا، نتمنى تكون قدمت كل المتعة والفائدة. نتمنى كمان يكون الجو حلو بعيد شوي عن الحلقة. في عالم كتير نور بتحب الخريف وبتنطر هذا الفصل، يمكن هو في عالم ما كتير بتحبه. في عالم ما بطيء الخريف، ونتمنى أن يكون دائما في نوع من الرضا ونوع من الحياة المستقرة عند الجميع. أكيد. والجيب تضل مليانة عند الكل. أكيد. يمكن الرضا والقناعة هن أهم شيء بالحياة بالإضافة إلى البحبوحة المادية. أكيد مشاهدينا، رحلتنا الصباحية وصلت للختام. حاولنا خلال ساعة وربع نسلط الضوء على مواضيع من تهمكم، إن كان بعالم الثقافة أو عالم الموسيقى أو عالم الطفولة أو عالم الطب. فرح بالختام دائما كمان نوجه تحيتنا لرجال الحق، رجال الحراس، الأمن والأمان، الله يحميكم. شكرا كثير لكم، إلى اللقاء. باي باي.